مدام مروة عندها 36 سنة، متجوزة 3 سنين، وبعد كده زيها زي غيرها سمعت مرة واحدة إن مخزون البيضة خلص، الفرصة قلت. أكيد في علاقة ما بين العمر ومخزون المبيض، البنت لسه صغيرة مخزون مبيضها كتير، كل بقى لما بيكبر معدل الخصوبة بيقل 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 بيقل، كل ما السن يكبر يمين المخزون بيقل، لدرجة إن في لحظة ما يقول لك إيه خلص المخزون والدورة ده هتقف. بتسمع بقى كلام غريب، دورتك هتقف كمان شهرين كمان ثلاثة كمان ست شهور، مفيش علم بيقول كده. وفي علم يقول إن المخزون ما بيتقل وجودة البيضات قلت، أكيد المخزون لما بيقل بيقول حاجتين، إن المخزون قلل الرصيد قلل وجودة البيضات قلت، لكن ما يقولش ابدا ان الدورة هتقطع بعد قد ايه. مفيش حاجة اسمها ده كده شهر او اتنين او تلاتة الحقي اعملي حقن مجاري احسن كده هتقطع، لا. ممكن نقول للناس مخزون قليل، عاوزين بقى ما نضيعش فرص. مروة كانت واحدة منهم وعملنا منظار.